5 و6 ايلول باسواق بيروت، بيروت جاز فيستيفال. اليوم معنا باستوديو تانيا صالح اللي راح يكون عندها حفله بخمسة الشهر. اهلا وسهلا فيك يا تانيا. حفله غنائيه جاز فيستيفال، بالرغم من كل شيء كنت عم تقيلي، بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الالام، نحن مكملين. بس حلو كمان انه الاغاني اللي انت بتقدميها للجمهور دائما فيها كمان رساله لبنانيه، اوقات رساله، اوقات ملتزمه كمان. أنا بس قبل ما نبلش نحكي حبيت أنه بس عزي أهل الضحايا الأبرياء اللي ماتوا بالانفجارين كان بالضاحية أو بطرابلس. وأنا بعتذر أنه عم بحكي عن حفلة موسيقى بالوقت يلي هن حزنانين، ويعني الحزن إذا بدك كبير كتير، ومش وقت أبداً أنه أحكي بهيدا الشيء. بس طبعاً الحفلة محضرة من قبل، ونحن يعني مجبورين نأديها حتى لو كنا زعلانين. بس بدي اقول لك انه حتى لو الواحد زعلان، اذا طلع حكى عن هيك موضوع مش يعني هو فرحان بقى. بس مثل ما بيقول الحياه بدها تكفي، ولازم نكون نحن على قدها، لانه بالاخر ما فينا كمان نوقف، لانه لبنان لازم يضلوا عايش. صحيح. فبالنسبه للحفله نحن عم نعمل هالمره ارانجمان شوي جازي، لانه هو بيروت جاز فيستيفال. فأنا عادة بعمل أغاني منك مش ضروري تكون تنتمي للجاز، بس هالمرة هيك حبيت أنه غير شوي. وفي معي موسيقية عادة بيشتغلوا بمجال بيشتغلوا يعني خصوصا بالجاز، ووزعت الأغاني على هالأساس، ورح تكون هيدي الحفلة فيها كل الأغاني اللي غنيتهم لحد هلأ بجو جديد. وين بتحطي اغانيكي؟ باي كادر؟ رح نسمع بعد شوي، بس وين بتحطي اغانيكي؟ باي اطار؟ ما انا كاتيا ما بحب احطهم بكادر، بحب انه اترك لحالي مجال انه شي نهار اذا حبيت غير، ما اكون مكتوب علي بادج انه هيدي بتعمل هيك بس. فانا بعمل اغاني بحسها وبتعبر عن المجتمع اللي انا عايشه فيه، ان كان بلبنان او بالعالم العربي او بالعالم كله. يعني في اوقات احاسيس بتتشابه عند الانسان وين ما كان موجود بال كتابه وموسيقى وغنى. وبعد شوي رح نشوف كمان بالكليبات عندك التاتش الخاص فيك تتواصلي هالمسج بالوقت اللي اختصاصك كمان مختلف وكمان بالفنون. ليش اخترتي الغنيه لحتى اللي تعبري، مش اختصاصك اللي هو الار بلاستيك؟ لانه درست انا ار بلاستيك، ودرست هون قبل ما اروح اعمل ار بلاستيك بسوربون، درست بالال اي يو فاين ارتس، يعني بانتور ونحت، رسم ونحت. بس بعدين حسيت انه اذا بدي اشتغل رسم ونحت ما رح تعميني خبز هالقصه، ولا حتى الموسيقى عم تعميني خبز. بس لقيت شغله اقدر اطلع منها مصاري ثابته، اللي هي مجال الاعلانات اللي انا بشتغل فيه بعدنا لهلا. بس طبعا الحلم انه اعمل اغاني ما وقف عندي، يعني بضل براسي دائما انه لا لازم تكفي، لازم تكفي، مع انه ولا بعمل منه مصاري ولا هالبرستيج الكبير ولا شيء، بس لانه شغله بحبها حابه انه كفي اعملها، حتى لو بالاخر انتهت القصه على كم سي دي. مش ضروري الواحد يكون عنده 25 مليون غنيه، بس انه قد ما بقدر. رح نحكي عن هالحاجه بالتعبير بالموسيقى، لو انه مش الهدف لا انه تفوتي بقلب الماركت الموجود، ولا انه توصلي للشهره يلي عاده يعني بنركض وراها. بس خلينا نشوف مقطع من اغنيه بالاول. الوحده وطني بنت عيلة وبنت حلال، وفي وحدي عربية قلاوية عراسة الشام، وفي وحدي أوروبية وحده، صار لازم تلاقي
تتحملها وتتحملك. تانيا صالح على مزرعة بيروت جاز فيستيفال بخمسة أيلول، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة يا تانيا. كنا عم نشوف الكليب قبل شوي، بنشوف قد إيه الأنيميشن بيقدروا يكونوا يعني عم يوصلوا كمان رسالة، خاصة لما بتكون شوي الموضوع بده يوصل يمكن نقد معين أو بده يوصل ما بعرف طريقة بسخرية معينة. أول شيء كان بدي أقول لك إنه هذا الكليب كان تيم ورك، اشتغلته مع ناس كتير شاطرين شاطرين بلبنان، منهم أمين دور، دافيد حبشي، أشلي شقير، ونديم سوما، واشتغلنا كلنا سوا ليطلع هيدا الشيء. ضروري يكونوا لبنانية يعني يقدروا يوصلوا المسج، لأنه ما حدا رح يصدقنا وما حدا رح يفهم علينا. وبعدين حلو إنه تشتغلي تيم ورك، هيدا الشيء بلبنان ناقصنا كتير، ياريت حدا إنه ياريت إنه بتزبط على مستوى أكبر كمان. يعني كل ما تشوفي حالك عم تشتغلي تيم ورك وتزبط، هيدي رسالة، هيدي طبعاً لطشي. بقى هيدا لما يكون في ناس شاطرين ويشتغلوا سوا طبعا بده يطلع شيء منيح. وبالنهاية هيدا نزل سنة 2011 مرافقة للسيدي اللي كمان نزل اللي اسمه وحدة، نزل سنة 2011، بس مثل كأنه بعدنا ما كتير تغير شيء يعني، ولا رح يتغير قريبا، على يعني مش على علمي ولا سمعة شي خبري كنت بقلك يعني. عم نشوف بعض صور، خبرينا عنهم شوي. هيدول الصور بمسرحية لولا فسحة الأمل لزياد رحباني سنة 1995-96. هيدول هيك كم مشهد منهم، كانت فظيعة، كانت كتير مرحلة حلوة بحياتي لأنه كانت مثل مدرسة فت عليها. مسرحيتين اشتغلت معه في بخصوص الكرامة والشعب العنيد ولولا فسحة الأمل، شغلة كتير كبيرة يعني، مدرسة عن جد. زياد هو شخص مدرسة، فيك تتعلم منه كتير اشياء، واهم شيء اهم شيء تعلمته منه غير قديش هو فظيع بكل الشغل الفني اللي بيعمله، قديش متواضع يعني، بتحكي معه شخص كتير بسيط وعادي يعني، ما بفرجيك انه هو مدير، عرفتي؟ تحية لزياد رحباني اليوم. المسج اللي بدك توصليه دائما هو مسج فيه نوع من اللبنانية، تبع أقول الوطنية، ولا في أو على القليلة حتى لو كنت عم توصلي مسج يمكن رومانسي، بس فيه بنت لبنانية عم تحكي، عم بتوصل المسج؟ ليك أوقات كنت قبل ما أقرأ هذا الكتاب رح أقلك عنه هلأ، كنت فكر أنه ما بعرف إذا ضروري ضلني أقول أنا لبنانية وضلني أحكي بس عن هيدا. بعدين قريت كتاب اسمه On Identity لأمين معلول. لأمين معلول. وحبيت كتير. حبيت كتير إنه يلي عم بيقوله بهذا الكتاب إنه لا، ضروري الواحد يكون محافظ على الإيدنتيتي تبعيته، على هويته، لأنه وإلا ما بيعود يبين بهالخلطة اللي راح تصير ذات اللون بالكرة الأرضية كلها إذا ما كل واحد حافظ على فرديته وعلى هويته. طبعا ونحن لأنه أنا 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 هالنتيجة لأنه أنا عندي هالأسكول. طبعا ونحن عنا بلبنان كتير محل يعني بيوحي لكتير إشياء حلوة يعني، الناس اللي بتجي من برا بتقلنا شو حلو هالبلد، شو نحن ما بنكون حاسين هيك، بنكون حاسين العكس، شو حلو، شو عندكم اشياء حلوه، شو في محلات حلوه، شو في مناطق حلوه، شو الناس حابه تعمل فن وهيك. بعدين توقف هيك تقولي ايه مزبوط نحن هيك، بس مش شايفينا، نحن منضلنا عايشين بجو اسود كل الوقت، يا ريت منضل عم نناضل بس الناس شايفين نتيجتنا وهالنضال. طبعا منضل في غم ومنضل في بكي ونواح، بس هو طبعاً مش مفروض يكون هيك، لانه عنا فينا نروح بغير طريق. فعنا يعني صعوبات كبيره، كنا عم نحكي انا وياك قبل شوي انه نحن شعب كثير قوي ليقدر يرجع يلاقي السلام بداخله ويرجع يكمل بوقت كثير قصير، مش كل الشعوب بقدرها تعمل نفس الشيء. لا وبعدين صار لنا زمان هيك يعني، من عندك 7 حضارات مدفونه تحت بيروت، مش انه امبارح يعني، بقى تعودنا. ان شاء الله لا متامل اكيد خير. خلينا نشوف كمان كليب ثاني. طبل بكفي زمر بكفي صريخ يا ولاد بكفي قهر بكفي نكد بكفي قتال يا ولاد بكفي بلع بكفي فجع بكفي خناق يا ولاد بكفي غنج بكفي دلع بكفي عناد طوشتوني خيال
كثير حابه اجواء الكليبات، بس ما بقى عندنا كثير وقت نحكي عنهم. بدي بس يعني حكينا عن خبرتك مع زياد رحباني، بس خبرتي كمان مع نادين لبكي والافلام يعني وجينيريك الافلام، خبرينا. لا هن اغاني بالافلام يعني عملت غنيه بريت يا مريت بفيلم كراميل، وكل الاغاني بفيلم وهلا لوين. مع العلم انه اوقات كثير الغنيه وبهالحاله بتعطي هويه للفيلم، يعني بصير الفيلم والغنية هيك واحد. وأوقات يمكن تكون هالقد قوية إنه هي مثل بتعمل بريف كامل للفيلم. ميرسي إذا عم تقولي لي إنه أغاني قوية، ميرسي كثير. بس بدي أقول لك شغلة، إنه هذا الكليب يلي فرجيتي هلا انعمل سنة 2009، ونحن هلا كان المفروض يصير عندنا انتخابات، ما صارت، مددوا لحالهم الشباب ومددوا لحالهم تيقعدوا بالبيت، بقى بدهم يعملوا شيء ولا رح يتركونا هيك، خاصة بهالجو يلي عم بصير فيه انفجارات، صار الوضع ما بقى بيسمح انه تفلت هالقد، فبدهم يحلوها ولا شو بده يصير؟ لأنه نحن عندنا أولاد وهن كمان، بدنا نعرف بدنا نبقى بهالبلد ولا لا. يعني بعدك جنة؟ ايه. طيب هلا عم تحضري لشيء، عم تحضري لشيء جديد بما انه بعده الوضع مثل ما هو؟ يعني دائما هلا عم بكتب كتبتهم وخلصت الاغاني للالبوم الثالث، حاضرين بس بدي لاقي الانتاج يلي رح يساعدني انه سجلهم وينزلوا بسي دي قريبا. بضلني عم بفكر شو بدي اعمل، يعني بحس حالي كان انا مسؤوله عن القصه مع انه مش مفروض. مش مزبوط هيك الوقت، يعني منيح اذا كل واحد يحس حاله مسؤول من شيء مطرح الا ما نوصل لنتيجه. موعد مع تانيا صالح ب 5 ايلول ببيروت سوق بيروت جاز فيستيفال، ما تنسوا الموعد هذا 5 الشهر و6 الشهر كمان في حفله بجاز فيستيفال. في مغنيه بلجيكيه اسمها سيلا سو، كثير كثير لذيذه وقويه، كمان رح تكون مشاركه ثاني يوم، يعني انا ب5 وهي ب6. وقبل سيلا سو في فرقه اسمها بيروت بلوز باند، كمان كثير شاطرين وقوية، هن عم يفتتحوا سيلا سو، بقى بيسوى كمان الناس تشوفهم لانه كمان لبنانيه قويه. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. مشاهدينا هلا وقفه وبنرجع نتابع.